السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن حيوان الغناق أو الجواناكو، وهو يعتبر صنف من اللاما، وهو يعتبر من فصيلة الجماليات بسبب الشبه الواضح جدا بينهم. والحيوان ده بيوصل وزنه من 75 كيلو ل 100 كيلو على أساس الجنس، إذا كان ذكر أو أنثى. وفي الفيديو اللي قدامنا ده زي ما احنا شايفين إزاي حيوان الغناق وهو بيحاول إن هو يهرب من البومة أو أسد الجبال. والحيوان الغناق بيكون متواجد في أمريكا الجنوبية زي ما هو واضح في الفيديو. فرق الحجم طبعا ما بين حيوان الغناق وحيوان البومة، واللي كان بيحاول بأقصى جهده إنه يطرحه أرضا علشان يفترسه، ولكن فرق الحجم والوزن واضح جدا بينهم، وده اللي جعل الموضوع صعب جدا على حيوان أسد الجبال، واللي خلى حيوان الغناق في النهاية بيهرب منه بكل سهولة.